السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هنستعرض فيه الخطة الزمنية لأعمال اختبارات واستخراج النتائج في نظام نور الفصل الدراسي الأول 1445. بداية اختبارات أعمال السنة هتكون يوم الأحد 16/3/1445 المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. موعد تسليم تقرير أعمال السنة يوم الثلاثاء 25/3/1445 للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. إكمال إدخال درجات الفترة الأولى وتسليم الإشعارات للطلاب والطالبات يوم الخميس 18/4/1445 من الصف الثالث إلى الصف السادس. وبالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوية يوم الخميس 18/4/1445 نفس الموعد. بداية اختبار مواد التعليم المدمج للمرحلة الثانوية يوم الأحد 21/4/1441. بداية الاختبارات الشفهية والعملية والمواد ذات الجانبين التي يكون فيها الجانب العملي نصف الدرجة أو أكثر يوم الثلاثاء 23/4/1445. آخر موعد لإكمال إدخال درجات السلوك المواظبة يوم الخميس 25/4/1445 طبعا لجميع المراحل ابتدائية ومتوسطة وثانوية. بداية الاختبارات التحريرية يوم الأحد 28/4/1445. اكتمال إدخال جميع معايير التقويم الفترة الأولى للصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية واعتماد النتيجة وبدء تسليم الإشعارات يوم الخميس 2/5/1445. موعد إغلاق الدرجات وإظهار النتائج وبدء إجازة جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل يوم الخميس 2/5/1445. إعداد وإعلان جداول الاختبارات البديلة للمتغيبين والمتغيبات بعذر عن اختبار الفصل الدراسي الأول للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس وتسليم نسخة لكل طالب وطالبة يوم الخميس 2/5/1445. إعداد جداول الدور الثاني لنظام المسارات وإدراجه في نظام نور وتسليم إشعارات الإكمال للمكملين والمكملات في المرحلة الثانوية يوم الخميس 2/5/1445. بداية اختبارات المتغيبين والمتغيبات بعذر عن اختبار الفصل الدراسي الأول للمرحلة المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث حتى السادس يوم الأحد 12/5/1445. بداية اختبارات الدور الثاني للمرحلة الثانوية يوم الأحد 19/5/1445. آخر موعد لإكمال إدخال درجات الطلاب والطالبات المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث إلى السادس يوم الخميس 16/5/1445. آخر موعد لإكمال درجات الطالبات إدخال درجات الطالبات في الدور الثاني للمرحلة الثانوية يوم الخميس 23/5/1445. آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 1/6/1445. أتمنى طبعا للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.